مصر هي منارة الوسطية مصر يعني الأزهر علشان كده كان امبارح في الاحتفال ب يعني ذكرى المولد النبوي الشريف وده من خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال اللي أقامته وزارة الأوقاف قال السيد الرئيس إن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين هتظل من أولويات المرحلة وإن بناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني هو مسؤولية تضامنية تشاركية بتحتاج لتضافر جميع الجهود بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الساده العلماء والائمه الاجلاء السيدات والساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلوني قبل ما ابدا الكلمه بتاعت ان انا احيي الدكتور احمد عمر هاشم بعد اذنكم يعني <applause> نحتفل اليوم معا بذكرى مولد اشرف خلق الله وسيد المرسلين الرحمه التي ارسلها رب العزه للعالمين الشاهد والمبشر والنذير والداعي الى الله والسراج المنير انه الحبيب المصطفى والرسول المكتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا ليغير وجه الدنيا باسرها وليخرج الامه من الظلمات الى النور وينشر اسمى القيم الانسانيه في شتى بقاع الارض وليدعو الى العدل والخير والمحبة والمحبة والسلام وبمناسبة هذه الذكرى العطرة أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامية دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات الحضور الكريم إن رسالة الإسلام التي تلقاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي اقرأ، وذلك إعلاء لشأن العلم والعلماء، وتقديرا لأهمية التدبر، وصولا إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة، حيث دعانا الله حيث دعانا الله سبحانه وتعالى الى اعمال نعمه العقل الغاليه والفريده في البحث والتامل في ملكوت السماوات والارض ومن هذا المنطلق دائما ما نشدد على اهميه قضيه الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من اولويات المرحله الراهنه ولعلكم تتفقون معي ان بناء الوع... ان بناء وعي امه اي امه بناء صحيحا هو احد اهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهه من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الافكار الجامحه الجامحه والهدامه التي تقود قدره البشر في التفكير الصحيح والابداع لتنحرف بهم بعيدا عن تاديه الاوامر الربانيه من تعمير واصلاح للكون لما فيه الخير للبشريه جمعاء وكمنهج للانسانيه في ترقيه النفس البشريه وضبط حركتها في الحياه لذلك لزاما علينا الاستمرار في تلك المهمه والمسؤوليه التاريخيه ومضاعفه الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينيه وعلماؤها الاجلاء لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والايمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الاخر وتصحيح المفاهيم الخاطئه وتصويبها ونشر تعاليم الدين السمحه للحفاظ على ثوابت وقيم الاسلام النبيله واشير هنا واشير هنا الى الكلمه الى ان الكلمه امانه عظم الاسلام من شانها ونبهنا الى اهميه رعايه هذه الامانه وتاديتها على الوجه الامثل ومن هذا المنطلق واكد ان مصر ماضيه في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني وهي مسؤوليه تضامنيه وتشاركيه تحتاج الى تضافر جميع الجهود لنبني معا مسارا فكريا مستنيرا ورشيدا يؤسس شخصيه سويه وقادره على مواجهه التحديات وبناء دوله المستقبل الاخوه والاخوات الحضور الكريم ان من مبادئ رساله الاسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسا ومنهج عمل فإنني أقول لكل المصريين إننا ماضون معا بإرادة صلبة بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظم تاريخه وحضارته ولتوفير تلك الحياه الكريمه لكل فئات الشعب المصري اعمالا بقول الحق تبارك وتعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا فما احوجنا اليوم الى ترجمه معاني تلك الايه الساميه الى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا اشكركم وكل عام وانتم بخير ومصرنا الغالية في تقدم ورفعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته